ضمن أولى فقراتنا لليوم رح نتناول موضوع مهم وعم نلاحظه بشكل متكرر ضمن محيطنا يلي هو الرجفان الأذيني. كثير من الأشخاص بتشكي من هالرجفان وبتقول إنه نحن عم نحس ضربات قلبنا متكررة بشكل وبوتيرة سريعة جدا. لهيك ضمن فقرتنا لليوم رح نحكي عن مفهوم الرجفان الأذيني ونعرف شو أسبابه وأعراضه وشو هي آلية علاجه. تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع الاختصاصي بأمراض القلب والأوعية وتداخلاتها الدكتور عمر طرية. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بدون واو كمان. لا عدلناها هلا بواو، ما تصيرهم. كيفك دكتور؟ يسعد مساك يا رب. الله يعطيكم العافية. خلينا ياك. بداية دكتور، شو هو المقصود بالرجفان الأذيني؟ الرجفان الأذيني هو عبارة بالتعريف يعني هو اضطراب نظم بضربات القلب غير منتظم، يعني بصير ضربات القلب غير منتظمة. عادة القلب في له ليدر عقدة بتطلع نبضات بشكل منتظم، الضربات بتكون عادة بين 60 و100. هلأ هاي العقدة بسبب مرض ما بيطلع جزء تاني من القلب وبصير يعطي تنبيهات سواء على صعيد الأذينات أو على الوصل الأذيني البطيني أو من البطينات ممكن يكون تستلم هذا النظم بدل هالعقدة. هلأ بالرجفان الأذيني بصير في بؤر كتيرة بالأذينات عم تعطي كهرباء للقلب بتأدي لتنبيهات منا بيمرق لتحت ومنا ما بيمرق، فبصير الضربات غير منتظمة، لذلك بيكون غير منتظم وبيكون معدلة سريع، يعني بتوصل أحيانا سرعة القلب لل 150 لل 170 أحيانا ضربة بالدقيقة. هذا بشي بترتب عليه كتير أمور، تقلص الأذيني عم بيكون غير مجدي والأذيني بيساهم بنتاج القلب فعم ينخفض نتاج القلب، وغير هيك وقت بيتسرع القلب عم بكون امتلاء الجوف تبع القلب قليل فعم ينزل ضغط المريض وعم يصير عنده وهد دوراني وممكن يصير عنده دوخة وممكن يصير عنده غياب وعي بسبب نوبة الرجفان أو التسرع اللي بيرافق الرجفان الأذيني، وممكن تكون حالة إسعافية ويدخل المريض للمستشفى ويحتاج معالجة إسعافية. تمام. طب دكتور كبداية شو ببلش يحس المريض لحتى نقول إنه نحن معه رجفان أذيني قبل ما نوصل للغياب عن الوعي وهالأمور؟ هلأ الشكوى الرئيسية حتكون إنه عم تجيني نواب، بحس قلبي عم رفرف، أو أحياناً إن الزنوبة بتروح لحالة، أحياناً بقول لك تجيني في كل فترة وفترة هيك بيتسرع قلبي بصير يضرب ضربات سريعة وغير منتظمة. أهم شيء بقول لك إنه وحدة قوية، إذا بحط إيده الواحد على نبضه بحس إنه وحدة قوية وحدة قليلة ضعيفة، ما نون مثل بعضهم. صحيح. يعني وحدة عم تكون قوية وما نون منتظمين، يعني المسافة بين الضربة والضربة ما عم تكون نفس المسافة اللي منشوفها. لا، إذا بتحط إيدك على نبضك أنت بتحس إنه تك تك مثل إذا ساعة. هلأ بالرجفان الأذيني دم تك تك بك بتك، يعني بيكون عدم انتظام بضربات القلب بحس المريض بنظمه. هلأ إذا كان المريض عنده ثقافة طبية منيحة بيقول لك أنه الضربات تبعي أنا ضربات القلب عندي ما أنا مثل بعضها، وكتير مرضى بيجوني دكاترة حتى بيعرفوا بهالطريقة. كتير مرضى بيجوني بيقول لي دكتور أنا وقت بحط إيدي على نبضي، وخصوصا هلأ الأجهزة الإلكترونية بتشوفها ومضات القلب عليها، فبتحس أنه القلب عم يضرب عم ينبض على هذا الجهاز الإلكتروني بشكل غير منتظم، واحدة بتجي غامقة واحدة، يعني كمان بيقدر الواحد يعرف انه هاي الضربات السريعة. الأكسيميتر الأكسيميتر بيعطيك اذا عم يعطي هاي الزبزبة الموجة، بتلاقيهم قراب شيء قراب وشيء بعد. صحيح. عن بعضهم ما بكونوا منتظمين. طيب دكتور، هل الأسباب مباشرة ولا غير مباشرة؟ هلأ أسباب الرجفان الأذيني في عنا أسباب قلبية وفي أسباب غير قلبية. هلأ الأسباب القلبية مثل يعني أي مرض بالقلب ممكن يؤدي للرجفان الأذيني، بس أشيع شيء بيعمل رجفان أذيني هو الأمراض الصمامية. الأمراض الصمامية وعلى رأس الأمراض الصمامية آفات الصمام التاجي والتضيق التاجي أكثر من، يعني أشيع آفة صمامية كمان ممكن تعمل الرجفان الأذيني. غير هي كل أمراض القلب، الارتفاع التوتر الشرياني كمان، أمراض القلب، اعتلالات العضلة القلبية، التهاب التأمور، التهاب أي كل طبقات القلب، أي مرض بي نقص التروية القلبية، احتشاء العضلة القلبية ممكن كلها
تعمل رجفان أذيني. هلا في عنا أسباب غير قلبية. الأسباب غير قلبية بيجي على رأسها هي أمراض الغدد مثل فرط نشاط الدرق. في مرض تاني بصيب لب الكظر أو الغدة الكظرية اسمه الفيوكروموسيتوما، كمان هذا بيكون في عنا ارتفاع ضغط نوبة بيترافق مع نوبة تسرع، فرط في بيكون في فرط بإفراز الأدرينالين بالغدة الكظرية، فممكن يعمل رجفان أذيني. بس أشيع شيء هي أمراض فرط نشاط الدرق اللي بتعمل رجفان أذيني وبكون سريع الاستجابة. وفي أمراض غدية تانية طبعا، كل الأمراض الغدية اللي بتأدي لارتفاع ضغط ممكن كمان تأدي لحدوث رجفان أذيني. في أمراض الرئة، كل أمراض الرئة تقريبا المزمنة والحادة مثل الصم الرئوي COPD، نقص الأكسجين كله ممكن، النقص الأكسجين الشديد ممكن يعمل. في عندك الأدوية كمان، بعض الأدوية أدوية الرشح أدوية المغص أحيانا ممكن تؤدي عند بعض الناس لحدوث تسرع قلبه من الرجفان الأذيني. تمام، يعني في عندك قلب نهاية الأسبوع، هذا بيجيك مريض آخر الأسبوع سهران مكتر كحول، فبيجيك بنوبة أنت قاعدة بالإسعاف بيجيك بنوبة رجفان أذيني اسمه قلب نهاية الأسبوع، أو الرجفان الأذيني اللي بيصير عند المرضى اللي بيسهروا بآخر الأسبوع بتناولوا كمية كبيرة من الكحول، فممكن يصير عندهم نوب رجفان ولو كانوا صغار، يعني ممكن يصير عندهم نوب رجفان أذيني. طيب دكتور خلينا نحكي عن النوبات اللي ممكن تظهر على هاي الأشخاص. هلأ أهم شغلة، هلأ في ناس عندهم رجفان أذيني بيكون معتدل الاستجابة ممكن ما يحس فيه، بس إيمت بكون حالي طار أو حالي إسعافية؟ وقت بيكون التسرع شديد مثل ما حكينا، ممكن يعمل تدهور هيموديناميكي، يعني تدهور ينزل ضغط المريض يدوخ يصير عنده غشي أو قرب غشي، أو أحيانا يصير عنده غياب عن الوعي، هون لازم مباشرة. هلأ في حالات بيكون المريض وضعه مستقر صحيح ما عنده نوبة رجفان، مثلا معدل سرعة القلب تقريبا 125-130، هون بنحتاج على علاج يعني عادي، ما بتكون الحالة إسعافية جدا. في الحالات الإسعافية اللي بترافق كمان إذا مريض مثلا عنده عضلة قلبية ضعيفة أو وظيفتها على الحد وصار عنده نوبة رجفان وزين انكسرت المعاوضة تبع العضلة القلبية، ممكن يدخل بوزمة رئة، ممكن يدخل بنقص أكسجين، ممكن يحتاج معالجة سريعة، أحيانا نحتاج لنعمل صدمة كهربائية مشان نستعيد النزع. طبعا في شروط لإجراء الصدمة الكهربائية في الحالات الحرجة، في مثلا مدة الرجفان إذا المريض ميع أو لا، المهم إلا قواعد هي إنه إيمت بصدم المريض إذا كان من زمان، أما إذا كان جديد المريض أول نوبة بتجي له ما إلا 48 ساعة ممكن تعمل صدمة كهربائية إذا كان المريض مدني وعيه أو عنده هبوط ضغط أو حالته الهيموديناميكية متدهورة. تمام، طب دكتور الوراثة بريئة أم متهمة؟ هلا مو الوراثة، ما في وراثة بالرجفان الأذيني، بس في أمراض قلبية ممكن تكون لها علاقة بالوراثة بس في نمط، في أنا شفت عوائل في شيء عائلة رجفان أذيني تقريبا بصيب عائلات محددة، بجوز له طبيعة له علاقة بالبيئة تبع هالعائلة، له علاقة بعاداتهم الغذائية شربهم للمنب، يعني أنا شفت في رجفان أذيني عند بعض العائلات مثلا كذا أخ عندهم بعمر مبكر عنده رجفان أذيني، بس أنه وراثياً أنا ما عندي معلومات أنه هذا الشيء مرتبط بالوراثي أو لا. طب بهيك حالة لكن إمتى المريض بنقول أنه نحن لازم يروح على طبيب؟ أي شعور بأنه أنا ضربات قلبي ما أنا منتظمة، أو أي شعور أنه عم يجيني أنا رفات عم قلبي عم يرفرف رف يعني عم تزيد سرعته وبتروح هاي النوبة وعم تأثر على وعيه أو عم تساوي معه دوخة أو عم يحس إنه انحل بدن وقت عم تصير هالرفة هي اللي معه. وأهم شغلة إنه لازم يراجع الطبيب فورا، وأهم شغلة لازم يعمل تخطيط قلب، لذلك نحن بنقول له اعمله تخطيط دوري. أحيانا ما بتبين أثناء التخطيط العادي بكون رايح النوبة، بنحتاج نحط هولتر مونيتور، يعني مناطر المريض 24-48 ساعة ومنحلل الشيء اللي سجله الجهاز ومنشوف إذا عم تجي هاي النوب بالليل وهو نايم مثلا المساء، لأنه أحيانا بيكون عم تجي بالليل تمام، أحيانا وهو نايم، أحيانا على فطور، أحيانا بأول ما بصير الأدرينالين بينفرز الأدرينالين بالصباح الباكر أو الكورتيزون، فمنحط نحتاج أن نشخص أنه هذا المريض عم يعاني من الرجفان الأذيني، نحط له هولتر 24-48 ساعة لحتى نشخص الحال. طيب دكتور في حال الإهمال شو هي المضاعفات أو عوامل الخطورة اللي ممكن تصيبه المريض؟ أهم شغلة أنه ما نهمل الرجفان الأذيني. ليش؟ لأنه الرجفان الأذيني
بأهب لحدوث خسارات الأزينه ما عاد تقلصت وسعت تمام. صار في ركود دموية ركودة تماما وفي إلى لاحقة في شيء طالع من الأزينه اسمه اللاحقة الأزينية صحيح. هاي بتصير نتيجة إنه الأزينة توسعت وما عم تتقلص وصار فيها ركود دموي ويصير الدم يخسر ويتجمعوا بهاللاحقة هاي مثل بتخزنهم هاي وبتصير تطلق صمات ممكن تعمل أزية دماغية يصير عندنا CVA يعني جلطة دماغية ممكن تكون بأعضاء تانية بالطحال ممكن بالكبد تنتقل هاي الصمات للأوعية المحيطية ممكن يصير عندنا بالعين يصير خسارة بالشريان صمة بالشريان فلازم ضروري إنه نعطي مميعات بالرجفان الأزيني غير أنه مثلاً من معالجة الرجفان من ضمن معالجة الرجفان يعني حتى خارج أوقات النوبة لازم يستعمل دائم بشكل دائم إذا المريض عنده رجفان أزيني هلأ لمرة واحدة ممكن أنه ما تتكرر ممكن ما نعطي مميع مدى الحياة بس المرضى اللي بتتكرر عندهم أو مزمن عندهم الرجفان أو نوابين لازم هدول يتميعوا بشكل دائم لأنه ما بنعرف إيمت انه خصوص النوبة انه ايما بترجع بتتقلص الأزينة بتكون صارت تطلق الصمات اكثر اللي متجمعه بهاي الخزان الصغير او اللاحقه الأزينية اللي من قلها تمام. طب دكتور من ضمن الاسباب اللي حضرتك ذكرتهم كانت هي مشاكل الصمام التاجي انسداد التضيق التاجي اكثر شيء تضيق التاجي انسدادات التاجي كونه نحن بنلاقيه اكثر شيء عند الاناث وحتى بعمر صغير بيكونوا مرهفين الحس وقلبهم بدق بسرعه هذا له علاقه بالرجفان الاذيني ام ما هلا في احد الامراض القلبيه هي قصور التاجي باليه الانسداد اذا كان القصور الانسداد التاجي احيانا بيكون عامل قصور شديد وبيترقى هذا القصور وبتتوسع الاذينه نتيجه القصور بس توزعت ما بصير في رجفان أزيني بس تمططت الأزيني وتوسعت حيصير رجفان أزيني يعني بس ذات قطرة حيصير حيأهب للرجف هاي الحالة الوحيدة أما الانسداد بشكل عام هو مرض سليم وموجود بشكل كتير أكثر عند النساء أكثر عند البنات أكثر طبعا وعند الشباب بس يعني الحالات اللي بتسبب قصور شديد بالصمام التاجي قليلة بالانسداد التاجي يعني عادة بكون القصور خفيف بالكاد أنه متوسط إلا إذا ترافق مع آفة تانية الانسدال مثلا مع دائرة مع حمى رسوية مثلا أدت لزيادة درجة القصور تمام وحدوث توسع بالأزينة القصور صار شديد وتوسعت الأزينة وقتها حيصير رجفان أزيني ويسبب الشيء اللي عم نحكي تمام. الرجفان من باب الوقاية دكتور شو بتنصح المرضى؟ من باب الوقاية أهم شغل أنه ندور عن أسباب اللي حكيناهم أسباب الرجفان نحاول نبعد عنها يعني إذا أنا عندي ضغط عندي مرض بالقلب عندي كذا عندي مرض بالصمام عندي مرض غدي عندي مرض بالرئة عندي كذا أنه عالج السبب قبل ما أوصل للرجفان الأزيني يعني معالجة السبب القاعدة الرئيسية بالرجفان الأزيني أنك تعالج تكتشف السبب وتعالجه وإلا معالجته هو كعرض أو كنتيجة معروفة أنه مثلا نعطي مضادات اضطراب النظم إذا كان المريض عنده وهد دوراني مثل ما حكينا ممكن نعمل له صدمة كهربائية ونقلب النظم إذا كان ما عنده في مانع لأنه نقلب النظم أو ميعت ما لمدة أسبوعين وبعدين نقلب النظم إذا كان له زمان عنده الرجفان الأزيني أو أنه نضبط النظم عنده معروف في أدوية اضطرابات النظم في عنا النوعية من أدوية معينة وفي عنا حاصرات الكلس وفي عنا حاصرات بيتا وفي عنا الأميودارون في كتير أدوية بتضبط الرجفان الأزيني اوكي طب دكتور في عنا علاج واهم شغلة التمييع مثل ما حكينا طبعا مشان ما يصير عنا خثرات تمام طب دكتور في علاج نهائي جراحي عن طريق القساطر او غيره هلا في امراض بيستفيد المرضى اللي عندهم الرجفان الأزيني بسبب خلل بالحزم الكهربائيه اللي موجوده بالقلب مثلا عنده حزمه اضافيه تمام عم تحرض هالرجفان عنده مشكله بالبؤر اللي بتولد كهرباء اللي مصب الأوردة الرئوية أو مخرج البطين هدول بيكون عندهم رجفان يعني في أمراض بكهربائية القلب ممكن تسبب الرجفان هدول بنعمل لهم قسطرة كهربائية
الكترو او دراسه كهربائيه فيزيولوجيه، بنشوف منين عم يطلع هالبؤر هي اللي عم تطلع التنبيهات واللي عم تعمل هي، وبيعملوا لها ابليشن يعني كوي للبؤره نفسها، حذف لهي المناطق اللي هي ممكن يقول. وفي علاج جراحي اخر انه المريض انا عندي رجفان اذيني تمام، وهي اللاحقه اللي قلنا بتعمل خزان للخسرات، بنفوت يا بالقسطره يا اما بالجراحه بنربطها منسكرها او بنعمل لها تصميم بحيث انه نخلص منه، انه نخلص منه مشان ما تعود تطلع خساره. تمام، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم دكتور، موضوع كثير شائع حقيقه، وشكرا لطريقتك حتى بشرح الموضوع بطريقه مبسطه. شكرا لك، يعطيك العافيه دكتور. الله عافية.